ليفيرمون تاع اليوم اللي تمثل في مسابقة اسمها هاكاثون، والمسابقة شاركوا فيها أربعة فرق متسابقة اليوم، والهدف منه هو برمجة وتطوير تطبيقات تكون تتفاعل مع الموضوع متاع المعرض اليوم، وهو الفلاحة، هو النشاط الفلاحي. والحق هاكاثون هذا دام 72 ساعة. الشباب نتاعنا شباب اكثرهم معناها ديزيتيديون، مده 72 ساعه متواصله خدموا على تطوير هذه التطبيقات. احنا اتصالات تونس بالطبع ما نجموش نكونوا على منأى من مثل هذه المسابقات، اللي دعمناها بالطبع، دعمناها بجوائز ودعمناها كذلك بالامور اللوجستيه اللي اخذناها على عاتقنا، وهذا في المسار اللي معناها تمشينا فيه منذ عديد الاشهر وعديد السنين، معناها لتشجيع الابتكار، تشجيع التجديد، تشجيع التطوير تطبيقات مثل هذه اللي باش تقدم الخدمات في الموضوع هذا الفلاحين. هو التكنولوجيا اليوم هو موضوع يعني افقي، كثير من القطاعات معناها تهتم بالتكنولوجيا، منهم القطاع الفلاحي. تكنولوجيا المعلومات اليوم تفيد ياسر، تنجم تفيد القطاع الفلاحي في عدة أوجه. وقعنا اتفاقية كبيرة مع الاتحاد الفلاحي منذ بضعة أشهر، تتمثل في إعطاء المشاركين في هذا الاتحاد ومنظوري هذا الاتحاد عديد من التسهيلات لاستعمال لي سوليسيون تكنولوجيك. احنا اعتبرنا انه القطاع التكنولوجيا الرقميه هو قطاع افقي في خدمه القطاعات الكل، كي هو بمثابه المحرك اللي يحرك القطاعات الاقتصاديه المختلفه. وذاك علاش نحن حبينا من خلال المشاركه نتاعنا اليوم في صالون الفلاحه نحب نوريو اهميه استعمال التكنولوجيا الرقميه في تنميه القطاعات، وخاصه القطاع الفلاحي باعتبار بلادنا في الاصل هي بلاد فلاحيه، ومن شان استعمال التكنولوجيا الرقميه في القطاع الفلاحي من شانه ان يضاعف المردوديه نتاع الارض، وايضا هي تكنولوجيا صديقه للبيئه، هي تكنولوجيا يعني متحالفه مع الانسان، وبالتالي معناتها ما يمكن تكون كان خيره بالنسبه للفلاح.